اللهم لك الحمد كله، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف والعون يوم العيلة. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا، وعائذون بك من شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. يا مهلك المجرمين، ويا مذل المستكبرين، ويا قاهر المتجبرين. اللهم عليك بالطغاة الذين يحادونك ويحاربون أولياءك. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه. اللهم أهلك طاغية الشام وأعوانه. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم داوِ جرحاهم، وواسِ ثكلاهم، وارحم موتاهم، وفك أسراهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم بأيدينا، اللهم انصرهم بأيدينا. اللهم اجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، وجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، وجعلنا من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أذن لشريعتك في الأرض أن تسود وأن تحكم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا كريم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث،
برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وصلى الله على النبي وآله.